عليكم أحبائي التلاميذ، وأهلا وسهلا بكم في رحاب مدرستكم مدرسة نت. هذا الفيديو سوف يكون مخصصا في مادة اللغة العربية، حيث سوف نقوم بمجموعة من التمارين للفصل الثاني، وهذا لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي. إذا نشرح أولا في قراءة هذا النص الصغير، ثم نبدأ في الإجابة على الأسئلة. ذهبت سارة لزيارة جدتها في الريف، فأعجبت بالمناظر الطبيعية الخلابة، الحقول الواسعة والسنابل الخضراء، فقالت: ما أجمل الحياة في الريف. نعيد القراءة مرة أخرى، وسوف أحاول أن أشرح لكم محتوى هذا النص. ذهبت سارة لزيارة جدتها في الريف. إذن أين ذهبت سارة لزيارة جدتها؟ أين تقطن جدتها؟ تقطن في الريف. فعند زيارتها أو في الطريق، عندما بدأت تدخل إلى الريف، أعجبت بالمناظر الطبيعية الخلابة، الحقول الواسعة والسنابل الخضراء، فقالت: ما أجمل الحياة في الريف. إذن أعجبتها المناظر الخلابة الموجودة في الطبيعة من حقول واسعة سنابل خضراء، فأعجبت بالحياة في الريف. نبدأ إذن في الأسئلة. أول سؤال، ماذا يقول؟ اختر عنوانا مناسبا للنص. إذن لدينا المدينة، الريف والمدينة أم الريف؟ إذن هل النص يتحدث عن المدينة، الريف والمدينة أم الريف؟ من خلال قراءتكم النص مرارا وتكرارا تتوضح الإجابة. هل فعلا هذا النص كان يتحدث عن الريف والمدينة؟ هل لاحظنا وجود كلمة الريف في النص؟ لا، أو المدينة في النص؟ لا، بل لاحظنا وجود كلمة الريف. كان حيث ذهبت سارة لزيارة جدتها التي تقطن في الريف، ثم تحدث النص أو وصف النص المناظر الموجودة في الريف. إذن العنوان المناسب للنص هو الريف. أحسنتم. السؤال الثاني يقول: بماذا أعجبت سارة؟ إذن هذا للإجابة على هذا السؤال يجب أن تقرأوا النص مرة أخرى وتجدون الإجابة. إذن بماذا أعجبت؟ أعجبت بماذا؟ بالمناظر الطبيعية الخلابة، الحقول الواسعة والسنابل الخضراء. إذن دائما عودوا إلى النص لكي تجدوا الإجابة. الآن السؤال الثالث يقول: استخرج من النص الضاد الكلمات التالية. ما هو ضد كلمة أو عكس كلمة المدينة؟ الموت، رجعت. المدينة، الموت، رجعت. ما هو عكس كلمة المدينة؟ إنه موجود في النص. ذهبت سارة لزيارة جدتها أين؟ في الريف. إذن الريف هو عكس المدينة. لماذا هو عكس المدينة؟ المدينة ماذا يوجد بها؟ يوجد بها إذن مرافق مختلفة ومتنوعة، عمارات، سيارات، مصانع، شركات، سينما، حدائق. بينما الريف ماذا يوجد في الريف؟ لا يوجد كل هذه المرافق، بل يوجد فقط سنابل خضراء، حقول واسعة، أشجار من مختلفة الأنواع والأشكال، أزهار مختلفة الألوان إلى غير ذلك. الآن ما هو عكس الموت؟ كلمة سهلة جدا. عكس الموت هو، نلاحظ إذا نبحث عنه في النص. هيا، حسنا، عكسه الحياة. نعم، عكس الموت هو الحياة. الآن ما هو عكس الفعل راجعت؟ يوجد في أول النص راجعت. الرجوع، عكس الرجوع هو الذهاب. إذن عكس كلمة راجعت هي ذهبت. نعم، أحسنتم. أذهب إلى المدرسة، أرجع من المدرسة. أذهب إلى المدرسة ونقول أرجع إلى المنزل، مفهوم؟ إذن الذهاب، الرجوع. الآن
استخرج من النص مرادفات الكلمات التالية. إذن المرادفات أي نفس المعنى، يجب أن نبحث في النص عن كلمة لديها نفس المعنى مع الكلمات الموضحة. إذن ما هو مرادف كلمة ذهلت؟ ذهلت، الذهول، تجدونه في النص وهو هيا إنه في أول سطر من النص. أعجبت، نعم أحسنتم، أعجبت، ذهلت، وكلتا الكلمتان متساويتان في المعنى وتعني الذهول، التعجب، مفهوم؟ الآن كلمة جميلة، سوف نبحث عن كلمة مرادفة لكلمة جميلة أو لها معنى بالتقريب مع كلمة جميلة وهو موجود في النص. حسنا نقرأ النص. ذهبت سارة لزيارة جدتها في الريف. هل يوجد هنا مرادف كلمة جميلة؟ لا. فأعجبت بالمناظر الطبيعية الخلابة. هل يوجد هنا مرادف كلمة جميلة؟ نعم، أين هو؟ إنه هذه أو إنها هذه الكلمة خلابة. إذن مرادف كلمة جميلة خلابة، رائع. الآن ما هو مرادف كلمة شاسعة؟ شاسعة، لقد وضحت لكم بالأيدي معنى كلمة شاسعة. نكمل قراءة النص. الحقول الواسعة والسنابل الخضراء. هل يوجد مرادف كلمة شاسعة في هذه الجملة؟ هيا، نعم يوجد، أين هو؟ وهو أيضا يشبه من حيث الكتابة. إذن شاسعة واسعة، إذن لديهم نفس المعنى ويتشابهان من حيث الكتابة، فيوجد هذا الحرف حرف الواو وهنا حرف الشيم، حرف واحد يختلف في كلتا الكلمتين. الآن ننتقل إلى البناء اللغوي مع هذا التمرين. أضع الضمائر أنت، نحن، هم، أنتم، هو، أنا في المكان المناسب. إذن لدينا مجموعة من الجمل، سوف نحاول تصريف أو نقول سوف نحاول إكمال هذه الجمل بالضمائر الموضحة هنا ونضعها في المكان المناسب. إذن لكي نعرف ما هو الضمير الذي نضعه في كل جملة من الجمل الموضحة يجب أن نلاحظ ماذا؟ نلاحظ الفعل، كيف هو مصرف هذا الفعل؟ هل هو مصرف في الماضي أم المضارع؟ وما هي علامة كل فعل أو بماذا ينتهي كل فعل من الجمل الموضحة؟ إذن هنا نقاط، تزورون المدينة، تزورون هل هو فعل ماضي أم مضارع؟ إنه فعل مضارع، لماذا؟ لأنه يبدأ بتاء المضارعة، والأفعال المضارعة دائما ما تبدأ بالألف، الياء، النون، التاء، وهنا يوجد تاء المضارعة، هي تاء المضارعة وهي أيضا تاء تفيد ماذا؟ هل تفيد المتكلم أم المخاطب أم الغائب؟ تفيد المخاطب. إذن الضمير الذي نضعه هنا هو ضمير مخاطب. الآن يوجد ضميران من ضمائر المخاطب وهو أنت، أنتم. ماذا نضع هنا؟ هل نقول أنت تزورون المدينة أم أنتم تزورون المدينة أو لا تزورون المدينة؟ إذن أنتم، نعم، لماذا أنتم وليس أنت؟ لأن أنتم هو فعل أو نقول هو ضمير المخاطب الذي يفيد الجمع المذكر، وكيف عرفنا بأن هذه الجملة هي للجمع المذكر؟ لاحظوا بما تنتهي أو بما ينتهي الفعل تزورون، ينتهي بالواو والنون، واو الجماعة، أي هذا الفعل هو في جمع المذكر، والضمير الذي يفيد الجمع المذكر هو الضمير أنتم وهو ضمير المخاطب، مفهوم؟ ننتقل هنا نقاط. أزور المدينة، لاحظوا إذا الفعل أزور هو أيضا مصرف في المضارع، هل هو إذا مضارع مفرد مثنى أم جمع؟ مضارع مفرد. الآن
يجب أن نضع ضمير يفيد المفرد. الآن لاحظوا بماذا يبدأ هذا الفعل. أزور يبدأ بالألف، هذه الألف هي ألف المتكلم. أزور. التاء تاء المخاطب، الألف ألف المتكلم. ما هو الضمير المتكلم المفرد الذي يفيد المفرد؟ هل هو نحن أم أنا؟ إنه أنا. أحسنتم، أنا أزور المدينة. الآن ننتقل هنا، نقاط يزورون المدينة. تشبه هذه الجملة كأنها تشبه الجملة الأولى، ولكن أين يكمن الاختلاف؟ يكمن في الفعل، يبدأ هنا بتاء المخاطبة وهنا يبدأ بالياء. هذه الياء هي ياء الغائب التي تفيد الغائب، أي سوف نتحدث عن شخص غائب وليس موجود معنا حتى نخاطبه، وليس نحن، بل سوف نتحدث عن شخص غائب. ما هو ضمير الغائب الذي نكتبه هنا؟ يوجد هنا ضميران يفيدان الغائب، هو وهم. هل نضع هو يزورون المدينة أم هم يزورون المدينة؟ فلنضع هم يزورون المدينة. لماذا؟ لأنهم هو ضمير الغائب يفيد الجمع المذكر، وهذا الفعل هو بماذا ينتهي؟ ينتهي بالواو والنون والتي تفيد الجمع المذكر. مفهوم؟ ننتقل هنا، نقاط تزورين المدينة. تزورين المدينة، لاحظوا بماذا يبدأ الفعل. تزورين يبدأ بالتاء، فهو بطبيعة الحال تاء المخاطب. ما هو إذن الضمير الذي نضعه هنا ويكون مخاطب؟ تزورين المدينة، هل هذا الفعل هل هو مفرد مثنى أم جمع؟ إنه مفرد وليس مثنى. أقول تزورين المدينة وليس تزوران المدينة. إذن المخاطب، الضمير المخاطب الذي نضعه هنا هو الضمير أنت، وهو ضمير المخاطب للمفرد المؤنث. نعم، هذا الفعل يخاطب المؤنث أو يخاطب المفرد المؤنث. أنت تزورين المدينة. مفهوم؟ ننتقل هنا، نقاط نزور المدينة. ما هو الضمير الذي نضعه هنا؟ هل نضع الضمير أنت أيضا؟ لا. لاحظوا بماذا يبدأ هذا الفعل، يبدأ بالنون. هذه النون هي نون المتكلم التي تفيد الجماعة. نعم، إنها تفيد الجماعة. ما هو ضمير المتكلم الذي يفيد الجماعة؟ هو ضمير، إنه ضمير نحن. نحن نزور المدينة. مفهوم؟ ويبقى لدينا ضمير واحد من الضمائر التي لم نكتبها هنا، وهو الضمير هو. هو يزور المدينة، وهو هو ضمير الغائب المفرد المذكر، ضمير الغائب للمفرد المذكر. لماذا؟ لاحظوا إذا الفعل الذي يديه يزور، الياء هي الياء المضارعة للغائب. يزور المدينة، فنقول هو يزور المدينة، وهو أيضا مصرف إذن في الغائب، وهو فعل يفيد المفرد الغائب المفرد المذكر، فنقول هو يزور المدينة. الآن ننتقل إلى أضع التاء المفتوحة أو التاء المربوطة في المكان المناسب. إذا لاحظوا هذه الجملة، سافرت خديجة بالسيارة إلى القرية واستمتعت بالمناظر الطبيعية الرائعة. نضع إما تاء مربوطة أم تاء مفتوحة في هذه الكلمة سافرت. هل نضع تاء مربوطة أم تاء مفتوحة؟ نضع تاء مفتوحة. لماذا تاء مفتوحة وليس تاء مربوطة؟ التاء المربوطة نضعها فقط في الأسماء المؤنثة ولا نضعها في الأفعال. في الأفعال نضع دائما التاء المفتوحة، وهذه التاء المفتوحة هي تاء ساكنة تفيد المؤنث، لأن الاسم الذي يليها اسم خديجة هو اسم مؤنث. إذن سافرت خديجة. خديجة، هل نضع تاء مربوطة أم تاء مفتوحة؟
نضعت مربوطة لأن خديجة هو اسم علم، أي طفلة اسمها خديجة، اسم علم. خديجة هو اسم علم، والأسماء العلم دائما تنتهي بالتاء المربوطة. هناك الأسماء المؤنثة وأسماء العلم تأتي أو تنتهي بالتاء المربوطة. سافرت خديجة بالسيارة، نضع تاء مربوطة أم تاء مفتوحة؟ تاء مربوطة، نعم، لأن السيارة هو اسم مؤنث. أسماء المؤنثة دائما تنتهي بالتاء المربوطة. الأسماء كما قلت وليس الأفعال، الأفعال هي التي تنتهي بالتاء، أو يمكن أيضا في بعض الأحيان يوجد بعض الأسماء التي تنتهي بالتاء المفتوحة، ولكن في عندما تكون هذه الأسماء تفيد الجمع المؤنث، مفهوم؟ إذا سافرت خديجة بالسيارة إلى القرية، القرية أيضا هو اسم مؤنث وينتهي بالتاء المربوطة. واستمتعت، استمتعت هل هو اسم أم فعل؟ إنه فعل. وماذا قلنا عن الأفعال المؤنثة؟ الأفعال التي تعود على الاسم المؤنث دائما ما تنتهي بتاء مفتوحة ساكنة وهي تاء التأنيث. إذا استمتعت بالمناظر الطبيعية، تاء مربوطة أيضا لأنه اسم. الرائعة أيضا تاء مربوطة، ينتهي بتاء مربوطة لأنه اسم مؤنث. رائع. الآن التعبير الكتابي، رتب الجمل الآتية حتى تتحصل على فقرة. إذا لدينا هنا أربع جمل سوف نحاول أن نرتبها، ثم نتحصل لكي نتحصل على فقرة متكاملة ومترابطة. نقرأ هذه الجمل. فقمت أنا وزملائي بكنس الأرض وإزالة الغبار عن الجدران. ذات يوم اجتمعنا في الصباح الباكر لتنظيف المسجد. في الأخير شكرنا الإمام وقال: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. وأما الكبار فقاموا بتنظيف الزراب والأفرشة. إذا أين أول جملة من هذه الجمل؟ لاحظوا عندما تقرأوا كل هذه الجمل سوف تستطيعون أن تخمنوا بأنه يوجد جملا ناقصة، أي ينقصها جملة قبلها حتى تكتمل. لاحظوا هذه الجملة، فقمت أنا وزملائي بكنس الأرض وإزالة الغبار عن الجدران. بماذا تبدأ؟ تبدأ فقمت. هل هذه الجملة هي نضعها في المرتبة الأولى؟ لا، لأنها تبدو جملة ناقصة، تبدو كأنها تحتاج إلى جملة قبلها حتى تتربط معها. الجملة الثانية، ذات يوم اجتمعنا في الصباح الباكر لتنظيف المسجد. هل هذه الجملة هي أول جملة من بين هذه الجمل؟ هل نرتبها أو هل هي تحتل المرتبة الأولى؟ نعم، إنها أول جملة. فهنا بماذا ابتدأت هذه الجملة؟ ابتدأت بذات يوم، وهذه أو ذات يوم دائما ما تبدأ ما نكتبها عندما نريد أن نبتدئ أو نبدأ فقرة معينة أو نحكي عن حدث معين، نبدأ بذات يوم. إذا ذات يوم اجتمعنا في الصباح الباكر لتنظيف المسجد. الآن هذه الجملة هي أول جملة، ما هي الجملة الثانية؟ هل هي فقمت أنا وزملائي بكنس الأرض وإزالة الغبار عن الجدران؟ في الأخير شكرنا الإمام وقال: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. أم وأما الكبار فقاموا بتنظيف الزراب والأفرشة. سنحاول إذن أن نربط هذه الجملة مع كل هذه الجمل. هل نقول ذات يوم اجتمعنا في الصباح الباكر لتنظيف المسجد، فقمت أنا وزملائي بكنس الأرض وإزالة الغبار عن الجدران. هل تبدو هذه الجملة صحيحة؟ نعم، إنها صحيحة، فبالتالي هذه الجملة هي تحتل المرتبة الثانية. الآن بقيت لدينا جملتان، ما هي من بين هاتين الجملتان ما يحتل المرتبة الثالثة؟ هل هو في الأخير شكرنا الإمام وقال: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير؟ أما الكبار فقاموا بتنظيف الزراب والأفرشة. هل هذه هي الجملة الثالثة؟
لا بل الجملة الثالثة هي وأما الكبار فقاموا بتنظيف الزراب والأفرشة. لماذا هذه الجملة هي الجملة الثالثة وليس هذه الجملة؟ لأن هذه الجملة لاحظوا بماذا تنتهي؟ تنتهي ب في الأخير، وهي التي تحتل المرتبة الأخيرة. في الأخير شكرنا الإمام وقال بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. إذا عندما تبدأ الجملة ما بكلمة أو بهذه العبارة في الأخير فهي دائما ما تحتل المرتبة الأخيرة، فهذه الجملة هي التي تكمل الفقرة أو محتوى الفقرة. مفهوم؟ إذا تصبح الفقرة ما يلي: ذات يوم اجتمعنا في الصباح الباكر لتنظيف المسجد، فقمت أنا وزملائي بكنس الأرض وإزالة الغبار عن الجدران، وأما الكبار فقاموا بتنظيف الزراب والأفرشة. في الأخير شكرنا الإمام وقال بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. مفهوم؟ إذن هذه كانت الفقرة وقمنا بترتيبها بشكل مترابط ومتسلسل. وبهذا نكون قد أكملنا هذا الفيديو الذي قمت من خلاله بتقديم مجموعة من التمارين وقمنا بحلها مع بعض، وذلك لتدريبكم على حل التمارين للفصل الثاني في مادة اللغة العربية لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي. إذا لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني الموضح في الشاشة، مراسلتنا عبر بريدنا الإلكتروني. يمكنكم أيضا النقر على زر جيم في الصفحة ومتابعة صفحتنا التي ننشر من خلالها مواضيع للامتحانات والفروض بالإضافة إلى الفيديوهات التعليمية المتنوعة. يمكنكم أيضا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب مدرسنات وتفعيل الجرس حتى يصلكم جديد فيديوهاتنا. أطلب منكم أيضا أن تتركوا آراءكم تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو في خانة التعليقات، أين يمكنني أن أجيب عليكم. أنا بنفسي سأجيب على هذه التعليقات وأنتظر اقتراحاتكم وأيضا دروس تريدونني أن أقوم بتدريسها طبعا لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي فقط في مادتي اللغة العربية والرياضيات. إذا ألتقي بكم بحول الله في فيديو آخر مع تمارين جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.